عاودنا شنو وقع نهار الجلسه؟ نهار الجلسه كان واحد الخطا في بسميه ديال العنوان اللي تم التصحيح ديالو. كانوا دايرين حي ولاد بورحمه هو كيسكن فيه ماسيس. صافي تم التصحيح ديال هذاك الخطا وصافي تاجلت الجلسه ان شاء الله نهار 16 شهر 10. بالنسبه للشهود كانوا ما خصو يكونوا 12 هاجت لا كانوا كثار من 12 كان كثار كانوا كثار حتى من 15 واحد ديال الشهود. كان عدد كبير ديال الناس. كنشكرهم بزاف الناس اللي حضروا جاوا من بلجيكا من اسبانيا من كازا جاوا من بزاف ديال البلايص. شكرهم بزاف. احنا سمعنا في التصريحات ديال الاب ديالك بانه حضروا لا تاتا ديال الشهود. اش ممكن تقول في هاد الناس؟ واحد ما شافش بعينه هو شافها بعين شي واحد اخر قال له. هذوك الناس اللي دايرين به اصلا راه كيقادوا له الطريق وهو غادي اصلا اخرته راه يتلاح. اللهم يتلاح دابا يلقى خوتو اللي هزو ولا حتى من بعد يتلاح ما يلقى حتى شي حاجه. حنا شفنا الشعب المغربي والناس كلشي مساندكم. اش يمكن لك الرساله تقول لهاد الناس اللي نشكرهم بزاف؟ بالنسبه لهاد الناس اللي واقفين معنا كنشكرهم بزاف. كما كانوش هما الصوت ديالنا ما كانش يتسمع نهائيا. كانت القضيه يقدروا في نهار واحد يساليوها يقدروا يصيفطوك للحبس في نهار واحد يديروا لك اي حاجه يصيفطوك للحبس يتهناو منك. ولكن الحمد لله من وصلت القضيه راي عام ولا الامر صعيب على شويه وكل ان شاء الله الحق يتشاخذ ان شاء الله. والله يهدي هادشي اللي نقول الله يهديه صافي. يشوف هذوك اللي دايرين به راه ما باغينش له الخير. يتبع خوتو ويشوف يدخل اخوتو بعد القليل يدخل اخوتو بيناتهم. اما هو تما راه جا دايرين به الوسط. جا هو بوحدو الوسط دايرين به العائله ديال المراه ديالو. من الاحسن ليه يجي يدخل بيناتو خوتو الناس اللي كيبغيو يدخل ايوب يدخل فؤاد الناس اللي يبغيو مصلحته. هادشي اللي كاين هو يعرف شنو يدير. حنا في التصريحات ديالنا اللي قلنا معاه قلنا له واش يمكن لك دير لادين؟ كان مستعد ندير لادين. لا كيهضر ما مستعدش يدير لادين. الدكتور تشيزي عطاني داء ديال عطاني داء باش نديرو لادين بتبرع من عند الدكتور تشيزي. حنا استجبنا للنداء هو بقى كيقول لنا شعره ب 5 المليون حاشاك دفله ب 3 المليون صافي. عرفت هذاك السيد يعني باغي يدخل المحكمه غير باغي يعطل القضيه ولا باغي يدير شي حاجه وصافي. احنا ما كناش حاضرين في اول القصه بغينا نعرفوا علاش هاد التماطل ديال هاد المده سنين وانتم ساكنين على الموضوع حتى ولا بعد عاد الموضوع. هو كتشوف كتقول العنود ضد من عنود عنود نوض ضد الدبه كتقول دابا ربي يهديه دابا ربي يهديه دابا ربي يهديه وربي ما بغاش يهديه ربي ما بغاش يدير اللي كتقول لهم راسو كيدير صيفط بنتو للحبس ما خلا ما دار هذاك السيد هذا صافي. بالنسبه لعمامكم وعماتكم ما بالنسبه لعمامي وعماتي ما بيناتنا والو. واش يقولوا؟ ما كنسمعش كاع شنو كيقولوا نهائيا. ماما تواصل معاك؟ لا. والام ديالك شنو تقول مسكينه؟ الام ديالي لا حول ولا قوه الا بالله. كاين واحد انت تعيش على النفسيه ديالها؟ ضروري النفسيه ديالك تكون مأزمه شويه. ضروري مع المشاكل راه مرا كبيره راه عادي. مرا كبيره وما قاريهاش راه عادي. اي حاجه اي كلمه تسمعها راه تقى فيها الحال. لا هذا الشيء اللي كاين.